بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس جديد من سلسلة دروس تعليم الاستريتور 2018. لو عايزين تدخلوا على الدروس السابقة في القناة أو الكورسات السابقة، عندي كورس بريمير 2018 وافتر افكس 2017 وتوكاد 2017 2D و3D وفوتوشوب وكامتازيا 9 وفي برامج تانية كتير. بتدخلوا على قناة من اسم القناة أسفل الفيديو، بتدوسوا على الاسم القناة فبيدخلكم على الواجهة بتاعت القناة وبتختاروا اي من الكورسات لو عايزين تتعلموها. احنا هنبتدي النهاردة الدرس الثامن من سلسلة دروس الاستريتور 2018. النهاردة هنتكلم عن امر مهم جدا اللي هو الامر الافكت 3D. افكت 3D اللي احنا بنجيبه، ادي عندي هنا افكت بدوس عليها، في عندي هنا امر 3D. هنتكلم النهاردة عن الريفولف، ازاي ان انا اعمل ريفولف في البرنامج. هنيجي نرسم مع بعض. هنرسم إليبس تول، هندوس عليها ونيجي هنا نرسم دايرة بالشكل ده. هنحرك الدايرة كده في النص ونيجي عند دايركت سيلكشن تول وادوس عليها و بحدد الانكر بوينت اللي موجودة عندي هنا، ومن الكيبورد بعمل ديليت فبيديني نصف الدايرة زي ما احنا شايفين كده. هنيجي بعد كده نحدد برضو الانكر بوينت بتاعة الخط هنا ونروح عند Object Path Join ونقفل الشكل بتاعنا اللي هو نص الدايرة اللي عندنا هنا. هنيجي نلون نص الدايرة اللي عندي هنا، هنروح عند Properties وفيل ندوس عليها ونختار اللون الرمادي ده. فأنا هنا كده لونت نص الدايرة باللون الرمادي. هروح عند Effect بعدين 3D وبعدين أختار Revolve، ظهر لي المربع اللي باين قدامنا ده. هنيجي ندوس على Preview هنا عشان نشوف الإعدادات اللي موجودة هنا هتبان لي على الرسمة بتاعتي. فانا الاعدادات الموجوده هنا ان هو معمول له سلندر. طيب انا عايزاه سفير، هروح عند فروم وادوس على رايت ايدج، عمله لي سفير بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هعمل السطح بتاعه، عندي فيه هنا حاجه اسمها سيرفيس، فممكن ان انا اعمل واير فريم، ممكن ان انا اعمله نو شادنج، وممكن ديفايس شادنج لو بالشكل ده، او بلاستيك شيدنج. انا هخليه بلاستيك شيدنج زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان انا اغير في الدوران بتاعه، شايفين كده الايه ده الدوران بتاعه، ممكن ان انا اغير فيه زي ما انا عايزه من الكيوب اللي موجود عندي هنا. ادي الدوران بتاعه زي ما احنا شايفين كده، ممكن اغير الدوران بتاع السفير اللي عندنا، او اغيره عن طريق ان انا بغير الارقام من الجنب ده، وممكن ان انا اغير البرسبكتيف بتاعه لو انا عايزه اغيره لاي حاجه هيتغير معايا اهو. احنا هنخليه صفر زي ما هو بالظبط وهقول له اوكي. انا هعمل الكره اللي انتوا شايفينها دي، هعملها كره ارضيه، فهجيب ماب زي ما احنا شايفين ماب للكره الارضيه واحطها على السفير الموجودة عندي هنا. هروح عند ويندو وبفتح Brushes واختار هنا Symbols كويس، وانا محددة الماب اللي عندي دي هاجي واسحبها على السيمبل هنا واسميها ماب واقول له اوكي. ظهرت لي هنا في Symbols موجودة عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كويس. هنيجي نرفع ده كده شوية، هندوس على السفير اللي احنا عاملينها اهي، واروح عند 3D ريفولف، هيرجعني تاني للاعدادات بتاعت 3D، وهدوس على بريفيو عشان تبان لي زي ما احنا اتعلمنا، وهقول له ماب ارت، واجي من فوق هنا سيمبل كاتب لي نان، هفتحها هلاقي الماب اللي انا نزلتها موجودة عندي هنا.
اهو ظهرت لي الماب، هكبرها عشان تاخد شكل السفير كلها بالشكل ده. شايفين شكل الماب زي ما احنا شايفينها اهي، بقت على الكرة. وبقول له invisible geometry اوكي اوكي. ادي شكل الماب، عملت الكرة الارضية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنيجي نعمل الافكت اللي هو 3D روتيت. هنعمله ازاي؟ هرسم، هروح ادوس على ريكتانجل وارسم مستطيل بالشكل ده، واروح على افكت 3D وروتيت، واقول له بروفيو زي ما اتعلمنا قبل كده. ده عبارة عن فلات، سطح فلات زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان انا اغير فيه الحركة بتاعته، اهو عامل له روتيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ان انا اكتب، لو انا عارفة الارقام بتاعت الروتيت بكتبها هنا، وعندي هنا برسبكتيف ممكن ان انا اغير فيها، ممكن تتغير زي ما احنا شايفين كده الوضع بتاعه. وممكن اغير في السيرفيس نو شيدنج او ديفويس شيدنج زي ما انا عايزة، واقول له من هنا مور اوبشنز. ممكن اغير في البوزيشن، لو فتحت البوزيشن هنا ممكن اعمله فرونت باك زي فرونت بالظبط. ممكن اعمله اوف اكسس باك، اهو بغير من هنا في البوزيشن بتاعه زي ما انا عايزه. وممكن ان انا في هنا مور اوبشنز بريسيرف سبوت كولرز، ولو انا عايزه احافظ على السبوت كولرز الموجوده بعمل له صح عليها. كويس، يبقى ده شرح الروتيت عندنا. هنيجي نشرح اخر جزئيه في 3D اللي هو الافكت المهم جدا بالنسبه لنا، اللي هو هنيجي هنا افكت 3D اكسترود اند بيفل. الامر ده مهم جدا، اكسترود اللي هو ازاي ان انا اعمل ارتفاع لشكل عندي فلات او بلان عندي وبرفعه، او اي شكل برفعه. يمكن انا شرحتها بالتفصيل بتبان لي في برنامج الاوتوكاد 3D ازاي ان انا برفع اي بلان عندي عن طريق الاكسترود دي. الاكسترود دي مهمة جدا بالنسبة للتأثيرات اللي بتتعمل على اي شكل. طيب انا هعملها ازاي؟ هندي مثال بسيط. هروح اعمل شكل ستار اهي بالشكل ده، واحركها لكم كده في النص، وبروح عند effect 3D extrude and bevel. عندي برضو هدوس على بريفيو، ادي ظهر لي عمل لي ارتفاع وسمك للنجمة اللي انا عملتها. كويس، طب انا عايزة ازود الاكسترود ده، بزوده ازاي؟ عندي هنا اكسترود ديبث، لو فتحتها كده هو عملها لي 50، لو انا زودتها هنشوف مع بعض بتزيد معايا بالشكل ده كده اهو. كويس، لو انا عايزه اعمل بيفل ليها بدوس كده، عندي اشكال كتيره ممكن ان انا اعملها. لو انا عملت كده وغيرت في الارتفاع ظهرت لي البيفل بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هو بيبين لي الشكل هيبقى بالشكل ده. اعمل حاجه تانيه اهو، اتغيرت، ادي الاشكال اللي موجوده عندنا بيتغير على اساسها. هنيجي عند الكاب هنا كده، هو عامل لي النجمه اللي انا عندي دي مصمطه مش مفرغه من الداخل. طب انا عايزه اعملها مفرغه، بدوس على turn cap off for hollow appearance. كويس، ابين لها ازاي، باجي احرك مثلا الشكل كده، فهو فرغ لي الشكل اللي انا عاملاه بالشكل ده. هنرجعها تاني ونيجي عند هنا الاضاءة، ممكن ان انا اتحكم فيها نقطة الاضاءة الاساسية اهي، ممكن ان انا اخليها كده، ممكن كده اضاءة
أغير أغير في مكانها، ممكن إن أنا أضيف واحدة جديدة وأغير كده، أعمل كذا نقطة بالإضاءة بالشكل ده، عايزة أشيلها بعمل ديليت لايت، وهنا بعمل لها موف، مش بظهرها، بخليها ضلمة زي ما احنا شايفين، أو برجعها تاني. عندي بعد كده في ممكن احنا نغير في الإعدادات دي، فمثلا هنا هنغير في أول واحدة كده، كل ما نغير في الإعدادات دي بتغير لي في الشكل اللي موجود. هنا غير لي في مستوى الإضاءة، ممكن هنا الشيدنج أغير اللون بتاعه، بقول له كاستم، وآجي مثلا أغيره اللون الأحمر، هنشوف عمله لي بالشكل ده. وفي عندي برضو الكاستم روتيشن زي الروتيت بالظبط، فرونت باك ليفت، بختار الوضع اللي أنا عايزة عليه الشكل، وممكن إن أنا أقول له ماب أرت، بدوس عليها وأختار أي شكل من الماب. ممكن أنا أحمل أي صورة أنا عايزاها زي ما إحنا اتعلمنا في أول الفيديو لما عملنا سفير للكرة الأرضية. بعد كده كده هعمل كنسل، هقول له أوكي، وبكده أنا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. إذا عجبكم الدرس سبسكرايب من أسفل الفيديو، ولايك وشير للفيديو. عايزين تدخلوا على الكورسات القناة زي ما قلت قبل كده، بتدخلوا على اسم القناة أسفل الفيديو بتدوسوا عليه، وبتدخلوا على القناة وبتشوفوا جميع الكورسات السابقة. انتظروني في الدرس القادم، أستودعكم الله عز وجل.